أهلا بكم مشاهدينا في نشرة العاصمة. نظمت جمعية مع الرقي بالمرأة للحقوق والتطوير بمدينة زوارة وبدعم من منظمة شبكة صناع السلام ورشة عمل تحت عنوان المرأة الليبية ودورها في بناء السلام. وتهدف الورشة حسب القائمين عليها لبناء قدرات المرأة في عملية فض النزاع، خاصة النزاع القائم بين مدينتي زوارة ورجدالين. ونوقش في الورشة أيضا دور المرأة في المساعدة بالتخفيف من حدة هذه النزاعات والمساهمة في تجميع الأطراف ذات الصلة من صناع القرار على طاولة الحوار. كما استهدفت الندوات عددا من النسوة الفاعلات في المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من كلتا المدينتين. ورشة العمل طبعا كانت بمبادرة من منظمة معا للرقي بالمرأة، منظمة ليبية محلية بدعم من منظمة البي سي اي وشبكة صناع السلام. تتكلم على دور المرأة في فض النزاع وبناء السلام يعني في المجتمعات. طبعا هذا كان خلفية هذا الموضوع، طبعا النزاع اللي حاصل يعني في ليبيا بصفة عامة وبصفة خاصة في ما بين منطقتين يعني زوارة ورجدالين. كانت هذه هي كانت ورشة عمل بين نساء مدينة رجدالين ومدينة زوارة، وصراحة كانت المبادرة حلوة إن في شيء يعني هو يكون السلام على أرض السلام، يعني تكون شيء بين نساء، مبادرة بين نساء أهل رجدالين وأهل زلطو أهل زوارة، حتى إن نكون يد واحدة وخدمتنا تكون مع بعضنا. أفاد مراسل نبأ في طبرق أن مكتب التعليم في المدينة حدد يوم الخميس عطلة في كافة المؤسسات التعليمية بالبلدية. وعلل مكتب التعليم في المدينة العطلة الرسمية بهطل الأمتار وانسداد الطرق الرئيسية وتعثر عمليات السير بالمركبة الآلية بالمدينة. وشهدت المنطقة الشرقية الفترة الماضية هطل أمطار غزيرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وتعليق الدراسة في مدينتي طبرق وبنغازي. حددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى ليبيا أو إخراجها منها دون الحاجة للإفصاح عنها، مبلغ 5000 دولار إلى 10000 أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وجاء في المادة الثانية من القرار رقم 6 لهذا العام الصادر عن اللجنة أنه يجب الإفصاح عن قيمة المبلغ أمام سلطات الجمارك من خلال نموذج الإفصاح عن العملة إذا زاد المبلغ عن الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة الأولى. نظم مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة ندوة علمية بمناسبة ذكرى 67 لاستقلال ليبيا. الندوة ناقش فيها عدد من الشخصيات الاجتماعية والمتخصصين في التاريخ الأحداث التي وقعت آنذاك وكيفية مواجهة المستعمر. كما شارك في الندوة أحد أكبر القضاة أيام المملكة الليبية المتحدة الشيخ علي تيكا، وكذا عدد من الأشخاص الذين كانوا شاهدين على تلك الفترة الزمنية. مناسبة سعيدة أن يلتقي هذا الحفل والحشد الكريم من متخصصين والنشطاء، وبمناسبة ذكرى 24 ديسمبر الذكرى الغالية على كل الليبيين، طبعا هي عيد الاستقلال، ولا شك أنه بهذه المناسبة لابد أن تحشد الهمم من أجل إعادة بناء ليبيا على أسس من الدستور والقانون والنظام يكفل الحياة الكريمة لكل أبناء هذا الوطن. احتفلت جمعية أبناء للعمل التطوعي بمدينة غات بالذكرى 4 لتأسيسها. وتم خلال الاحتفالية اختيار رئيس جديد للجمعية مع تكريم الرئيس السابق، وذلك بحضور عدد من النشطاء والإعلاميين بالمنطقة. وتعتبر الجمعية من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في العمل التطوعي بمناطق غات أوباري.
مشاهدينا العاصمة مستمرة ونناقش فيها بعد الفاصل ذكرى 50 لتأسيس تلفزيون ليبي، دوره وتأثيره في مراحل التاريخ المختلفة. قم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلق تلفزيون ليبي الذي كانت بدايته في العام 1968 وسط إبهار ومفاجأة لدى المشاهدين باعتباره وسيلة جديدة عليهم، لكن بعد ثورة 17 من فبراير اكتسحت الساحة الإعلامية عدد من القنوات المحلية لتتغير معها الخطابات لكل واجهة وجهتها. الرابع والعشرون من ديسمبر لعام 1968 كان موعدا تاريخيا لانطلاق التلفزيون الليبي لتكون كلمة الافتتاح من إلقاء وزير الإعلام والثقافة آنذاك أحمد الصالحين الهوني، مع المفاجأة التي كانت مثار الحكايات هي ظهور أول مذيعة ليبية على شاشة التلفزيون عايدة الكبتي. ظهور التلفزيون كان له أثر كبير على حياة الناس لكونه وسيلة اتصال سمعية بصرية جديدة تنشر عبرها معلومات وأحداث من خلال نشرات الأخبار، بالإضافة إلى عرضه وصلات غنائية وأفلام ومسلسلات تجمع حولها العائلة في جو من الإبهار. التلفزيون شكل ذاكرة شعبية في أوساط أجيال الستينات، حيث أن بعض العائلات كانت لا تملك الجهاز في البيت لارتفاع سعره في ذاك الوقت، فيذهبون لمشاهدة التلفزيون عند الجيران أو لدى الأقارب أثناء الزيارات المتبادلة. بعد اندلاع ثورة 17 من فبراير ظهر زخم من القنوات الفضائية المحلية التي كان بعضها يبث من داخل ليبيا وخارجها، قنوات غيرت الحقل الإعلامي في بنيته وخطابه ووسائله، فالأحداث السياسية والاقتصادية اكتست حيزا واسعا منها. ليس هذا فحسب، فرغم دور الصحفي بشكل عام في تأدية هذه الخدمات على مدى السنوات، أصبح يعيش وسط معاناة ومضايقات أثناء تأدية مهنته بسبب انتمائه لإحدى المؤسسات الإعلامية المحسوبة بشكل أو بآخر على الطرف. مقار القنوات بدورها تعرضت لمضايقات سواء من خلال الهجوم عليها أو إغلاقها بالقوة لإسكات صوتها، وفي ظل انتشار واسع لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن التلفزيون ما زال يحافظ على مكانته التاريخية المتجددة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الفنان والممثل المسرحي يوسف خشيم. أهلا بك سيد يوسف. سيد يوسف هل تسمعني؟ نعم أسمعك. سيد يوسف، الآن نحتفل بالذكرى 50 لتأسيس التلفزيون الليبي، ولا شك أن المسرح أيضا لا ينفصل عن التلفزيون. المسرح من الفنون الأولى التي بدأت على الإطلاق، لكنها كما ذكرت لا تنفصل عن الشاشة الصغيرة. كيف ساهم التلفزيون أو ظهوره وبدايته في انتشار وتفعيل هذا الفن؟ اهلا وسهلا بك عزيزتي الاء، وكل سنه وانت والاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات بألف خير ان شاء الله، وادام الله افراحنا واعيادنا وابعد عن ليبيا كل سوء وكل شر. في هذا اليوم المبارك نحتفل بالعيد 50 لانشاء التلفزيون الليبي الذي بدأ بثه بسنة 1968، وكأنها البارحة
مرت علي ليلة افتتاح التلفزيون، وكنت أشاهد في تلك الليلة المرحوم الأستاذ أحمد صالحي البوني وهو يفتتح بث القناة بسم الله وبالنشيد الوطني. القناة قناة ليبيا أو التلفزيون الليبي بدأ برامجه بإمكانيات بسيطة جدا جدا جدا، وبدأ مرحلته الأولى بشباب ليبيين قالوا على أنفسهم أن يكون لهم تلفزيون، ووزارة الإرشاد في ذلك الوقت بقيادة المرحوم محمد صالح الهوني لم يبخل عليها بشيء. فلازلت أذكر كأنها هذه الأيام عندما أرسل السيد الوزير مجموعة من الشباب وهم حياة المرحوم شقيقي خالد مصفخشين وحياة المرحوم حسن عريبي إلى إيطاليا كي يسجلوا مجموعة من الأغاني التي سيبدأ بها إرسال بث التلفزيون الليبي. وأذكر الأسماء التي صاحبتهما وسجلوا لهم فيديوهات مرئية بحيث بث في أيام بث التلفزيون الليبي، وهم الأستاذ سلام قدري، عبد اللطيف حويل، محمد صدقي، محمد رشيد، خالد سعيد، محمد الفرشاني، نوشي خليل، محمود الشريف. سجلوا كل مطرب من هؤلاء 5 أغنيات، أي 40 أغنية سجلت في إيطاليا، وفي ضغط 2 أسبوع وأفطرت هنا وسجلت في بداية بث التلفزيون الليبي. فبارك الله من بقي منهم حيا ورحم الله الذين توفوا. طيب السيد يوسف، يعني بالحديث الآن عن يعني دور التلفزيون في انتشار أو يعني تعميق دور المسرح الذي بدأ قبل ظهوره، يعني هل تحدثنا عن هذا الدور؟ على المسرح بالذات أو عن التلفزيون أو عليه قدر سيد يوسف؟ نعم أسمعك. أتحدث عن يعني أن للمسرح دور كبير، يعني كيف ساهم ظهور التلفزيون في انتشار هذا الدور؟ نعم طبعا كان للفنانين الذين كانوا ينضوون تحت لواء وستار المسرح كان لهم الدور البارز والأبرز في انتشار التلفزيون أو في بداية بث التلفزيون، لأن لم يكن هناك شيء بالنسبة للفنانين إلا الإذاعة المسموعة والمسرح. ولهذا عندما انطلق التلفزيون كان رجال الفنانين في المسرح هم الذين تعاضدوا مع هذا المرفق، وهم مخرجين وفنانين ممثلين ومقدمي برامج نشأوا وترعرعوا في التلفزيون الليبي وقبلها كانوا في المسرح. أذكر سنة 68 أي قبل أن يبدأ التلفزيون الليبي كانت هناك مسرحية اسمها حسناء قرينة قد مثلت ليبيا لأول مرة في مهرجان خارجي وهو في الحمامات في تونس في مهرجان الدولي، وكان موجود فيها حياة محمد الساحلي، كان موجود فيها أحمد الغزيوي، كان مرحومة فاطمة عمر، كان مجموعة لمين ناصف، كانوا مجموعة من فرقة المسرح الوطني بطرابلس سنة 68 وقبل أن يبدأ التلفزيون. هؤلاء بدأ التلفزيون الليبي، مثلوا ليبيا خارجها في مهرجان دولي سنة 68، كانت مسرحية حسناء قرينة من ترجمة الدكتور علي مخشيم رحمة الله عليه وإخراج خالد مصفخشيم. فالمسرح كان له دور كبير وكان هو الطليعة في الفن والثقافة والأدب في ليبيا. من بعد المسرح في ليبيا من 40s ثم نما وترعرع في كل المدن الليبية التي تهتم بفن المسرح
وعندما نشأ التلفزيون الليبي كان بدون شك مثل ما قلت لك رجالات المسرح. طيب سيد يوسف، يعني عندما ظهر التلفزيون لم يكن هناك وسائل إعلامية أخرى يعني تبث أي معلومات أو أخبار أو أي مواد مثل ما نعيش في زمننا الحاضر، يعني كيف أو ما هي الأدوار برأيك التي ظل التلفزيون يحافظ على بثها أو نشرها بالرغم من انتشار وسائل المعرفة في هذه الأيام؟ نعم، قبل أن ينشأ التلفزيون كانت الصحافة صحف ومجلات أنا أقصد يعني وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة الآن التي أصبحت تنافس التلفزيون، يعني ما الأدوار التي حافظ التلفزيون على بثها ونشرها أو الانفراد بها رغم انتشار هذه الوسائل الآن؟ لم تكن هناك وسيلة قبل التلفزيون إلا الإذاعة المسموعة. الإذاعة المسموعة كانت تبث من طرابلس، ثم ألحق بها جزء من بنغازي، وأصبحت هي وسيلة التواصل الوحيدة المسموعة ما بين أقطار وما بين مدن ليبيا. فلم يكن هناك تواصل أخرى بعد الإذاعة المسموعة ومع الصحف المحلية التي كانت تصدر في ذلك الوقت، هي الوحيدة تتبادل فيها الآراء، تتبادل فيها الأفكار، كل اللي يدل في أي برنامج أو في أي موضوع يطرح على الساحة. وكانت ربما أشهرها جريدة أو صحيفة الحقيقة التي كانت تصدر في بنغازي، وكانت لجانبها طرابلس الغرب والرائد والرأي العام وكثير من الصحف والمجلات، وكانت مجلة الإذاعة تصدر دوريا كل شهر مجلة الإذاعة. هذه الحاجات اللي كانت فيها وسيلة التواصل بين الفنانين وبين الأدباء وبين الكتاب وبين حتى أفراد الشعب يقولون آراءهم في ذلك الوقت بكل صراحة. نعم سيد يوسف، أشكرك شكرا جزيلا. عفوا لضيق الوقت، سيد يوسف خشيم الفنان والممثل المسرحي كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا الآن مشاهدينا عبر الهاتف أيضا مديرة مشروع المختبر الإعلامي سيدة لبنى يونس. سيدة لبنى، يعني الآن في الذكرى 50 على تأسيس الاحتفالية الآن بتأسيس التلفزيون الليبي، وأنتم تقومون بتدريب الكوادر الإعلامية، هل يعني يعي المجتمع هذا الدور الذي تقومون به؟ سيدة لبنى هل تسمعيني؟ مساء الخير، نصعطيك زميلتي أنا العزيزة، كل عام وانت بخير وكل أساتذتنا في الشاشة الصغيرة. عندي تصحيح، أنا رئيس منظمة موسم المدينة الإعلامية مش المختبر. عفوا سيدة لبنى. طيب سيدة لبنى، لا أدري إن كنت استمعتي إلى سؤالي أم لا، يعني كنت أتحدث الآن جزء بالكامل ما سمعت. نعم، يعني الآن نحن نحتفل بالذكرى أو مرور 50 عام على يعني افتتاح التلفزيون الليبي، وأنتم الآن في هذه المشروع أو الجمعية تقومون بتدريب الكوادر الإعلامية لتنمية مهاراتهم، برأيك هل يعي المجتمع الدور الذي تقومون به؟ أعتقد أن الغالبية يشمل ما نقدمه من تدريب وتطوير كوادر، لأنهم لا يعلموا أهمية الإعلام أو أهمية الشاشة الصغيرة. هناك من يقول أن التواصل الاجتماعي أصبح هو سيد الموقف، ولكن أقول بإحصائيات دراسات أن التلفزيون يبقى التلفزيون. لازال المواطن يستقصي المعلومة الصحيحة من التلفزيون، لازالت الشاشة الصغيرة تصنع عقول أبنائنا وأفكارهم. لهذا اتجهنا التدريب لتطوير الكوادر من ناحية ثقافية ومن ناحية فكرية، هي المساهمة في بناء المجتمع من خلال الشاشة الصغيرة. طيب سيدة لبنى، يعني هل تعتقدين أن الإعلام الليبي رغم هذه المدة الطويلة والمراحل المختلفة التي يعني مر بها استطاع يعني القيام بدوره على الوجه الأكمل؟ يعني أنت تحدثتي أن ربما ما زال التلفزيون يحمل مكانته ومحافظ على مكانته وسط المجتمع الليبي، لكن
هل أنت يعني برأيك هل هذا التلفزيون قام بدوره على أكمل وجه حتى وإن كان المجتمع يرجع إليه في نهاية المطاف رغم كثرة وسائل المعرفة التي استحدثت أخيرا وانتشرت في السنوات القليلة الماضية؟ لا أعتقد أن التلفزيون الليبي حاليا قادر على القيام بواجبه، خاصة تشظي المشهد، الانقطاع اللي صار في القنوات وتغيير وتصنيف الإعلاميين وتصنيف العاملين داخل المؤسسة كإعلاميين وكإذاعيين. أنا أتمنى أن المشهد الإعلامي خاصة في الشاشة الصغيرة يتغير للتوعية، لنقل الأخبار أو كما أقول نقل ما يحدث من في الشارع الليبي. أتمنى أن ننتقل بقنواتنا الشاشة الصغيرة وخاصة قنوات الدولة إلى إعلام توعوي. طيب لكي ننتقل إلى إعلام توعوي كما ذكرتي، ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تقابل الإعلاميين والصحفيين في خلال مسيرتهم العملية حتى يمكن ربما يسمع إلينا أحد يمكن تفادي هذه المعوقات أو إصلاحها حتى؟ بصراحة بعد متابعتي للمشهد الإعلامي صدقتي بالجميع سواء كانوا أساتذة أو طلبة أو حتى اللي قاعدين يشتغلوا حاليا، هناك فرق أجيال كبير. جيل الجيل طبعا لن أعمم لأن التعميم غدا، ولكن أتحدث عن الأغلب من مدراء إدارات غير قابلين أن الشباب يوصلوا معلومتهم، أن هم يختلفوا، أن هم يغيروا. ما زال الجيل الجيل محتفظ بنفسه بهويته بفكرة، مش قادرين يسمحوا للشباب أن هم يوصلوا ل 2019 أو يخرجوا خارج الصندوق المألوف لدى الإعلام الليبي. وهذه أكبر مشكلة أراها في مجال الإعلام بشكل عام، هو كبت المواهب الشابة. المفروض أن احنا نسمحوا لهم يغلطوا ونصلحوا لهم، لكن مش نكتب مواهبهم ونخلوهم محصورين في زاوية احنا تعلمنا منها. هذه أكبر مشكلة أراها في مجال الأعمال. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيدة لبنى يونس، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل الآن مشاهدين الكرام لتنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة تونس السيدة نجلاء بن صالح مدير مركز تونس لحرية الصحافة. أهلا بك سيدة نجلاء. مرحبا سيدة نجلاء. نجلاء يعني الآن تواجه الصحافة والصحفيين والإعلاميين في الوطن العربي عامة وربما في ليبيا خاصة البلد يعني المنغلقة نوعا ما والتي تعاني من اضطرابات أمنية كبيرة، يعني ما هو حجم التضييق الذي رصدتموه في المركز الذي يواجه هؤلاء الإعلاميين والصحفيين؟ يعني امتهان مهنة الصحافة في ليبيا يعتبر مغامرة كبيرة، خاصة بالنسبة للشباب أو الذين يخوضون تجارب جديدة في عالم الصحافة. لا تزال ليبيا تحتل مرتبة متأخرة جدا في العالم في مجال حرية الصحافة. لا يمكن الحديث عن صحافة ليبية ذات جودة عالية دون الحديث يعني عن يعني السلامة الجسدية أو للصحفيين في ليبيا. لا يزال الصحفيون في ليبيا يخشون السجن، يخشون الاختطاف، ويخشون الموت أيضا هناك يعني رقابة على الصحفيين الليبيين وعلى المراسلين الأجانب والمراسلين المحليين من قبل حكومة الوفاق عن طريق إدارة الإعلام الخارجي التي تفرض أحيانا أن يرتدي الصحفيون صدريات عليها إشارة في ظل الاحتشاد يعني الذي تشهده الاحتشاد السياسي الذي تشهده ليبيا، قد يمثل خطر على الصحفيين خلال ممارستهم لمهنتهم خاصة على الميدان. طيب يعني هذه الظواهر أو التضييقات أو ربما المشكلات التي تواجه الصحفيين كما ذكرتها كيف يمكن تفاديها؟ ما هي
هي الحلول برأيك لكي يقوم أو يستطيع الصحفي والإعلامي، ونحن الآن نحتفل بمرور الذكرى 50 على افتتاح التلفزيون الليبي، كيف يمكن في ظل هذا المجتمع الذي يعاني من مشكلات كبيرة كما ذكرتها أو ذكرت جزء منها أن يقوم بواجبه في نقل الحقيقة دون أن يتعرض أو بضمان عدم التعرض لمخاطر على سلامته؟ أعتقد أنه ما يحتاجه الصحفيون الليبيون والصحفيون العاملون في ليبيا هو تشريع ملائم للتشريعات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والضامنة لحماية الصحفيين خلال ممارسة مهامهم على الميدان. أيضا يجب أن تفهم كل التشكيلات السياسية الليبية أن الصحفي يمارس مهمة وهي إبلاغ الحقيقة دون أن يكون بالضرورة تحت مظلة أي غطاء يعني سياسي. هذا ما يجب أن يفهمه الجميع في ليبيا حتى يمكننا الحديث حينها عن تطور أو تطوير قطاع الإعلام في ليبيا. طيب أخيرا سيدة نجلة، يعني هل لديك كلمة تودين أن تقوليها اليوم في الذكرى 50 على افتتاح التلفزيون الليبي؟ أنا أعتقد يعني عينت شخصيا المستوى العالي والحرفي جدا للصحفيين الليبيين واستعدادهم لبناء يعني صحافة حرة ومستقلة، غير أنه الوضع الأمني هناك والاحتداد السياسي هناك يعني يجعل الأمر صعب جدا على الصحفيين الليبيين. في تقرير لمراسلون بلا حدود بداية 2018 ذكرت تقرير أنه يعني هناك شبح تفريغ ليبيا من صحفيها، خاصة بعد التهديدات التي واجهتها عدة وسائل إعلام منها قناة النبأ من قبل يعني أطراف سياسية مسلحة تريد أن يكون هناك لون واحد في ليبيا. أعتقد أنه الأمر ليس بيد الليبيين فقط، ليس بيد الصحفيين الليبيين فقط، بل هناك يجب أن يكون هناك طرف سياسي يتفاعل مع الصحفيين ويتفهم المهمة التي نعم. يقومون بها. أشكرك شكرا جزيلا السيدة نجلة بن صالح، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة تونس من مركز تونس لحرية الصحافة، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا انضم إلينا أيضا عبر الهاتف من مراسلونا من شبكة مراسلونا بلا حدود السيد سمير بوعزيزي. أهلا بك سيد سمير. أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدينا النبأ أينما كان. سيد سمير، لا أدري إن كنت تستمع أو استمعت لمداخلة السيدة نجلة بن صالح، كانت معي منذ قليل وكانت تتحدث أنه هناك تقرير لشبكة مراسلونا بلا حدود تحدث عن أن هناك شبح يعني يوجه ليبيا بإمكانية تفريغها من صحفيها بسبب التضييقات التي يعني يواجهها صحفيين في ليبيا. أنتم كعاملون في الشبكة، ما هي أو ما الدور الذي يمكن أن تقوم به للدفاع وحماية الصحفيين في البلدان وأخص بها ليبيا التي تواجه اضطرابات أمنية ويعني مشكلات أو تهدد أمن الصحفيين؟ بالتأكيد هناك قواسم مشتركة في العالم لعمل مراسلون بلا حدود التي تشتغل على حرية الإعلام في العالم، ونعمل على حماية الصحفيين أينما كانوا. وهذا التقرير الذي صدره هو تقرير يصدر منذ سنة 1995 كل سنة ليقدم خاصة الصحفيين الذين قتلوا والمحتجزين والمعتقلين عبر العالم، كما أنه في كل نهاية شهر 4 من كل سنة يقع تقديم التصنيف الدولي لحرية الصحافة، والذي يكون على باعتبار معايير عديدة منها الاستقلالية والشفافية. الوضع في ليبيا، نحن نشتغل في مكتب تونس وهو مكتب شمال إفريقيا الذي من بين البلدان التي يعنى بها هي ليبيا، وقد أصدرنا الكثير من البيانات في سنة 2018 في الحقيقة
في علاقة بليبيا، كما وجهنا رسالة مفتوحة إلى السيد السراج بمناسبة للتأكيد على ضرورة حماية الصحفيين. الوضع في ليبيا بطبيعة الحال كما نعلم جميعا هو وضع استثنائي بحكم الحالة الأمنية التي يعيشها البلد، والتي انعكست في الحقيقة على كل القطاعات الحياة في ليبيا وليس قطاع الإعلام، ولكن كلما كان هناك إعلام خاصة في الداخل أمكن أن يكون أداة لتيسير إمكانيات ومحاولات السلام والحوار بين كل الفرقاء، ولكن أيضا أن يكون من حق المواطنات والمواطنين في ليبيا أن يكون لهم إعلام وطني. اليوم تحتفلون بذكرى 50 لتأسيس التلفزيون الليبي، والليبيون اليوم محرومون من وجود وسائل إعلام داخل الوطن بحكم أن القنوات التلفزية الليبية أغلبها أو كلها اضطرت إلى أن تبث من خارج ليبيا، كما أن الصحفيين خاصة المستقلين غادروا ليبيا تماما أو غيروا شغلهم في بعض الحالات، أو هناك منهم من أصبح يشتغل لفائدة أحد الأطراف، وهذا بطبيعة الحال يضر باستقلالية العمل الصحفي. طيب سيد سمير، يعني بالحديث عن أوضاع الصحفيين، ما هي أبرز الانتهاكات التي رصدتموها أنتم في الشبكة أو المنظمة فيما يخص الصحفيين الليبيين؟ في الحقيقة ليس هناك انتهاكات في المدة الأخيرة للصحفيين الليبيين بحكم عدم وجود صحفيين ليبيين أصلا يشتغلون داخل ليبيا، لكن الصحفيين الليبيين المرسلي القنوات الأجنبية لا تمنح لهم الاعتمادات، وهناك تضييقات عليهم وعلى الصحفيين الأجانب ومؤسسات الإعلام الأجنبية من قبل إدارة الإعلام الخارجي بوضع جملة من الإجراءات المعقدة، وهذا ازداد خاصة بعد نوفمبر 2017 بعد تقرير CNN في علاقة ملف الهجرة في ليبيا. على الإدارة الليبية أن تحترم، هناك صحفيون يعتبرون أن مع فترة السيد السراج أن الأمور زادت تعقيدا، وهذا أمر غير مقبول من حكومة تعرف قبولا دوليا، وعليها أن تقوم بجملة الإجراءات لتيسر عمل الصحفيين لا أن تضيق. عندما يجبر الصحفيين اليوم، ربما رأيت قبل أيام قليلة تقرير فرانس 24 فرانس 24 والتي كان الصحفيون مرافقون بالضرورة بالأمن، وعندما يستجيبون المواطنون يتدخل أمنيون للكلام والحديث مع المواطنين الذين يقعوا استجوابهم، هذا أمر لا يمكن ولا ييسر من العمل. صحيح أن هناك دواعي أمنية، ولكن حتى في إطار حماية الصحفيين أمنيا علينا أن نترك لهم المجال للعمل، لا أن نعتمد حجة الوضع الأمني للتضييق على عملهم، هناك صحفيون قادرون على الوصول. كما تعلمين أيضا أن الصحفي الليبي عندما يكون في الداخل بإمكانه بحكم علاقاته ومعرفته بالبلد ومعرفته بالناس أن يقدم الحقائق. نحن لا نتحدث فقط عن المسألة السياسية، نتحدث عن كل أوجه الحياة. هناك مشاكل في علاقة بالصحة، هناك مشاكل في علاقة بالبيئة، هناك مشاكل في علاقة بالتعليم، هناك مشاكل في علاقة بالثروات الليبية، هناك مشاكل متعلقة بالفساد، هناك ثروات. هذا كله الإعلام يمكن أن يقوم بدور لحمايته لصالح الليبية والليبيين. طيب لكن سيد سمير، يعني كل هذا الكلام جميل، لكن هل هناك أي خطوات أو نقاط عملية يمكن تنفيذها يعني تحسين أوضاع الصحفيين الليبيين، إمكانية أن يقوموا بأعمالهم دون أي تضييق عليهم، حتى إذا كما ذكرت المراسلين بالخارج ليس العاملين بالداخل فقط؟ هناك بالنسبة إلى برنامج مكتب شمال إفريقيا، هناك مستويين على الأقل هما طور العمل. الأول متعلق بالسلامة، سلامة الصحفيين، هناك دورات تدريبية تجرى للصحفيين الليبيين في علاقة بالسلامة الجسدية والسلامة المعلوماتية، وهناك شغل على العمل مع الصحفيين خاصة من الشبان على إيجاد أدوات صحفية مواطنية تعرف بصحافة الجودة، تكون مستقلة ولها نفس المسافة من الجميع، ويكون مهمتها هو العمل الصحفي البحث. الأمر الثالث هو أننا نعمل على فتح قنوات تواصل مع الإدارة في ليبيا ومع كل الأطراف المتدخلة من أجل أن توجد سياسات عملية. هناك أيضا اتصالات مع الجهات الأممية من أجل المساعدة، وكان اللقاء في شهر نوفمبر، والأمين العام كريستوف دولوار هنا في تونس التقى يعني مكتب البعثة وتحدثنا في إمكانيات التعاون. يعني ما هو في الجانب بين ظفرين، السياسي نعمل عليه، ولكن أيضا في الجانب المباشر في علاقة
لتنمية قدرات الصحفيين ومتابعتهم، هذا أيضا أمر نشتغل عليه. وما أؤكده أنه رغم أن وضع الإعلام في ليبيا سيء جدا، لكن هناك طاقات في ليبيا بإمكانها العمل من الليبيات والليبيين من الصحفيين، ولكن هذه الطاقات الآن أشكرك شكرا جزيلا سيد سمير بوعزيزي. عفوا لضيق الوقت، كنت معنا عبر الهاتف من شبكة مراسلونا بلا حدود. وينضم إلينا الآن مشاهدينا عبر الهاتف الصحفي الفائز بالترتيب الثاني كأفضل تقرير صحفي استقصائي ضمن منافسات تونس السيد محمد النهلي. سيد محمد، يعني سؤالي لك مباشرة، ليبيا من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالصحافة الاستقصائية وتحمل الكثير والكثير من القصص يعني الغنية بالحكايات التي تحتمل أن يقوم عليها تحقيقات استقصائية قوية. برأيك يعني رغم صعوبة إنجاز هذه التحقيقات، ونحن نعلم بطبيعة المجتمع الليبي وطبيعة أيضا الوضع الأمني في البلاد، كيف يمكن للصحافة الاستقصائية أن تقوم بدورها؟ أول بسم الله حندخل معك حتى نقول الصحافة الشخصية حتى تكون موجودة وفاعلة وكذا يجب على الحكومة دعم الصحفيين في مكافحة الفساد. ديوان المحاسبة كل سنة يصدر لنا مجلد من انتهاكات الأمور المالية والفساد المادي والإداري وكذا. لو أن ديوان المحاسبة الحكومة تدعم الصحفيين في البحث والتنقيب على ما وراء هذا الدفتر، ممكن نحن نوجد بأنفسنا صحافة استقصائية تبحث عن الفساد وكشف الرأي العام، حيث تقدم خدمة للمواطن بحيث أن المواطن ما عادش يقعد يستنى في المعلومة استخبر ودع عنها، لا، يبدأ المواطن مع الصحفي في مواكبة ملفات الفساد. يكون هم مساهم، حتى المواطن في حد ذاته يكون مساهم في نشر توعية الفساد. سيد محمد هل تسمعني؟ الو؟ اي نعم سيد محمد. ايه طيب سيد محمد، الآن كما ذكرت على المعوقات والصعوبات الكبيرة التي تعاني الصحفيين في ليبيا في ظل قيامهم بالصحافة الاستقصائية، إذا ما يعني تحدثنا عن الجانب الأمني والوضع البلاد، لكن من ناحية المجتمع هل يعني هناك تفاعل أو هناك مساعدات يمكن من قبل المجتمع في والأهالي في مساعدة الصحفيين في الوصول للمعلومة الوصول للحالات؟ هل المجتمع حريص هو أيضا على يعني إخراج حكاياته ومشاكله ومحاولة حلها والتعاون معكم أم لا؟ المواطن هو في الأخير حتى بيتعاون مع الصحفيين، يخاف من الوضع الأمني، هو كان مرات نعطي معلومه او نعطي كذا ونلقى روحي شادين. يعني في كثير من القضايا يكون فيها المواطن هو الفيصل، يعني نحن نحتاج المعلومه من المواطن او كذا، تلقى المواطن يذهب بنفسه في مع الدخول مع الصحفي في التقارير الاستقصائيه او في التحقيقات الاستقصائيه. الوضع الامني هو بيفارق نفسه الان سواء على الصحفي او على المواطن. المواطن في الاخير يقول نعطي معلومه، الصحفي هو عباره عن شخص يزور منطقه يرجع من مكانه. نقعد انا في الواجهه، نقعد انا اللي يقول لك كيف استقبلت الصحفي ولا كيف دعمت الصحفي. كثير من القضايا الاعلام، كثير من القضايا ممكن المواطن يساهم في مواد لتحقيق صحفي، لكن الله غالب حتى هي مساهمة معنا شوية. نعم على كل حال أشكرك شكرا جزيلا لمداخلتك معنا السيد محمد النهلي الصحفي الفائز بالترتيب الثاني كأفضل تقرير صحفي استقصائي ضمن منافسات تونس، شكرا جزيلا. مشاهدينا العاصمة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل باقي فقرات الرياضة وأحوال الطقس، ابقوا معنا.